نمشي يا نقار نقار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا خالي. بسم الله ما تخافش ما تخافش يا خالي. ليه ليه يا خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيحت لي قلبي. اللطف عليك. طيحت لي قلبي. اش فيك ما تخافي كنت شربوها غادي. ما ثم شيء برا ها؟ يلوجوا علي. تتكلمني يا خالي من قلبي مشيتي يعني. ناي خالك بجعتك قلبة طاح. اش بيك يا خالي؟ اش بيك ما تخبي كل شربوها؟ تعمل عملتك وتخبى كل شربوها هني. وين عملت عمت يا خالي؟ وين عملت عمت؟ تعمل عملتك وتخبى هني. امشي دزها بيعة، امشي دزها. ناس كلت لي وجهي. ايش فيها يا خالي؟ كلت لك وجهك الناس، خايف ولا ايش بيك يا خالي؟ لا ما انا ما نخافش. خلقت الروح ليه تو؟ ما انا شنو هذي عملة عملتها وجيت تخبى عند خالك تو؟ يا اخي ايش عملت؟ الناس كلتني في الشارع. في ولد اختك، في ولد اختك، في ولد اختك. ها؟ 300 واحد. 300 واحد قالبهم. تو انت خالي تصدق كل حاجه تصدقها خالي تشبيك يا خالي؟ كل حاجه تصدقها. يا ودي اللي يقلب على الاقل يقلب واحد اثنين ثلاثه. 300 واحد هك قالبهم. بيني وبينك ربي يا خالي. بيني وبينك ربي يا خالي. الا 270. 200 تو ردهم 300. لا شويه 270. علاش نعرف في القواد القواد ولا عندك شويه. شويه. وكلها بانديه كانوا يشدوا يهرسوك. والله يشدوا يهرسوك. يا خالي فاش شدوا يهرسوني تاخذ ما لا عمله تعملها الناس تتحدث عليك في الشارع ها فلوس انتخابات لمدهم ولد اختك ها فلوس الانتخابات لمدهم ولد اختك بانديه طايح بهم اش عملت بهم اش عملت بهم يا خالي هاني حبيت نلمد روحي حبيت نعمل شوي مستقبل شوي كذا ونتلانسه شوي يا خالي تبيك ديما تعثر لي بها اخ ما تخبي كل جربوه عندي ما فهمتهاش نيل تو الحكايه ما فهمتهاش ني الحكاية ما فهمتش. ما فهمتش يا خالي بالله. كيفاش؟ كيفاش؟ شوي الناس استنت يا خالي راك مستفزحني يا خالي. اش بك تعيط تو؟ الفلوس وينهم تاع الانتخابات؟ كيفاش؟ شنو انت اللي ما فهمتش؟ انت اش مدخلك فيها اصلا؟ اش مدخلك انت في الحكاية؟ الناس يقولوا الدبل في راسها يا خالي اخي كنية. وهم مسايبين الصحاح ويتبعوا في نية. فهمني الحكاية ني تو ما فهمت. ني كيفاش انت تو تحيلت ولا قلبت 270 ولا 300 واحد؟ كيفاش قلبت؟ بالله نعرف خالي راهو عرنا ما تقربش. عجب تاكلت شو تاكلت زيد عايت على خالد زيد عايت هاك الخالي عم في ولد اختها هاك الخالي عم في ولد اختها مالك جد قتل الروح ولا حاجه طلعني تبيعني قداش باش تقعد هارب من وجه العدل باش تقعد هارب هاك هني من وجه العداله تدرك في عينيه وقولي هارب من وجه العداله اخيرتني كان هارب من وجه العداله بالله زي من الرياح المترشح للرئاسيه ما لقاش هارب من العداله وانا وزير داخليه اللي هارب ما سمعتش بيا خليني عاد خالي بالله عندك فلوس انت كيفهم تلوج على سليم الريحي هارب هذاك يهرب ويترشح ويطلع حتى رئيس تحب خالي انت تحب انت قول لي فهمني خلصوك ولا ما خلصوك كي خلصت علاش ما خلصتهمش يا خالي 300 واحد قلبهم يا خالي يا ودي فهمني الحكايه كيفاش خلنا نفهم راهو نعرف يشد ما يسوي كل عيلك ينبط يا خالي اسمع اسمع الحكايه وما فاهم اللي نير شديت في الانتخابات اي شديت اخذتها وفق من عند الزبيدي ومورو وعبير والشهد شنو يوافقه؟ الانتخابات الكل خذيتها من عندهم وفق اي من عند عبير والزبيدي اي ومور والشهد هذاك علاش خسروا هما اللي مشيت معاهم انت اي اي خذيتهم وفق وكل شيء قال لما قلت لهم اجمع باش يدوروا معاهم ويصفقوا معاهم ويعلقوا معاهم التصاور اي هكا هو هي هذه هي الحكايه هذه كيفاش ما بتشن هنا ما فهمتش مقابل شنو تو لما قلت لهم العبير معناتها تحب تعرف حب تعرف العلة وبنت العلة خلنا نفهم لا لا خالي خالي يا خالي ايش بصراحة تسقسي فيه يا دي خلنا نفهم الموضوع انت قلت ايش مسائل خلنا نتفاهم ونشوفه كيفاش شو لك يا خالي قلت لك هذه خدمت مع حسين ناس خلتني ما خلتني جيت الدلق بعدين انت عيطوا لك الزبيدي وجماعة الشاهد والامور قداش تفهمت 50 50 الراس اي الراس 50 النهار ب 50 النهار ب 50 ما تقولش خالك ما تقعدش خالك 50 دينار ني هاني معلم ولا نصورهم 50 دينار هادي مانيش يا خالي ما تخلي 50000 مانيش نعطي فيهم في 50 راهو يا خالي مالا قداش تعطيهم نعطيهم النهار 20 قصو شقا صار انت تقص 30 قصو شقا نعطيهم 20 تعطيهم 20 تدي الراس مصروف يا خالي هي انت كنت فهمت معاهم ما تخلص يا خالي راهم ما خلصونيش خلصو ما خلصوني انت خلصوك ولا ما خلصوكش خلصوني هي ما خلصونيش تو شنو تطلع على خالك يا اخي كان خلصوني مش نقول لك خلصوني كان ما خلصوش نقول لك ما خلصوني هي انت خلصوك ولا ما خلصوكش يا خالي تحب الحق هاي خلصوني تفتوا عطيتك الناس اللي تموت على كعبه كعبه عطيتهم والاخرين ما عطيتهمش باش تكون واضحه معاك والله اخي رسول الله يا خالي تقول نقول الحق تو انت راجل كبير
عمري تقريب 70 عام على باكيتا وساري من الاربعة متاع الصباح على 20,000. انت ما تكلم الواقع يا خال. هي انت ما قعدتهم بعشرين الف، قعدتهم بعشرين الف والمتاه براجل كبير وانا صغير، اعطيهم العشرين الف. ما خلصونيش يا خالي. يا دي خلصوني على القوادة راهم هاكم تخلصوني. تعم القوادة اللي ما نعطيهم تحب الحق، القوادة ما نعطيهم بالله. والله ليش خذيت تفتوفة؟ صار تخدم بها وما تعطيهم. يا ودي خذيت تفتوفة من الزبيدي ومشيت ومازال تفتوفة أخرى طبعا عند عبير وعند مولو 20 كردونة بير دوب ما يوصلوني باش يفرق مع الجماعة يا خالي. عقب عمش مولي قلابة خالي. أنت ما هو خلصك مورو. مورو خلصك. وش قعد؟ الشاهد مازال ما خلصنيش. هاي. الشاهد إن شاء الله باش تعدل القصبة غادي ونتحاسبوا بالكرات كل شيء مقيد عندي في الكلش. كان خلطت عليه هذا يا وقع كهرف بلك. قد اللي يعمل الشهر بشهر بشبيك الراجل ما أنت مستقبل كبير. خلص الناس أخوي خلص الناس. خلص الناس هذا ايش نفهمني؟ خلص يا خالي ايش خلص معاك خلص تموت على التكليك وكل شيء. يا ودي عابير هاي في السبيطار مرام نذا نمشي على السبيطار ولا نمشي على السبيطار. يا ودي يا متخلصي تو خلص الناس. خلص الناس ثاني نقول لك خلص الناس نقعد مفجوع انا يعني. لا مفجوع يا خالي. اه اسمعني خالي ما هي قصير وهنا ما نطولوهاش كلمتي. تحب عندي 7 ايام تو نخلصك فيها. طبعا يا ما انت تفطر وتاكل هنا شنو يا ما نعطيك حقك غالي شنو مش تولد واحد تقسمني زياده عندك 7 ايام تخلصك فيها. ماكش عامل علي مزيه خالي راك ماكش عامل علي مزيه زيد قبه والله تو نهجر تهججني ماك زعيم ما تجيك غريبه. ها تجيك غريبه كي تعلم علي ما نعرفك انت عندك حق قبه زيد قبه والله شيء غريب يا خالي. كان حتى قايد خالد يا خالي شبيك مستعجل يا خالي في الوعد قايدني انا شديت لك الحسابات. ليش ناسيك يا خالي هاي جاية التشريعية الضرب الصحية عجب والله برشا قوائم كل قائمة نصلوا منها طرف كلموك يا جماعة التشريعية كلموني ما قليلي كليك خالي تون قايدك تون قايدك ها خالي قايد شد لك الحسابات الكل نايد نضرب لك الحسابات تاع التشريعية يا خالي تون قايد هم يحصروا في واحد طول يحصروا للزوج بايش هك يا خالي عملتها يا خالي بر بر ها وهني ها وهني يا خالي يهدي ها وهني يا خالي يا خالي ها وهني ها